الشباب دي بتقول ايه كده؟ على فين؟ انا سايبها تخبط في السلم علي، يمكن شويه مرب يعني شويه، وشكلك كده يا زميلي جاي تتظبط عالسكة يا زميلي، ما تجيش تتهلف عمال يعوجها يقول لي سوق، ما انساش ان دماغي فيها سوق، بتكلم كل سوق شبل يا زميلي جاي من دار السوق، وانت جاي تدوس عالسلك يا زميلي، شكلك كده مش عارف اني مشرف جيد، شكلك كده مش عارف ان ده كله بيت من المحل يا زميلي، بس كل تاكب بيك وجاي على زميلي في مين حتى السكه زميلي كش مين برضه في مين السما جنب حاجي وسيد فما تجيبش اللي فيك ده فين حد زميلي على السكه لا مفيش مين الخبطة زميلي دي جاية في الدماغ عشان زميلي بس السابع على الله بس الحمد لله زميلي انا كله تمام كنت بلا اي حد خبط فيه انا مش فايق جنب زميلي اخواتي موزي بلاش تجيبوا زميلي عيبكوا ده فيه كل حاجة طالعة من الستون اصلي فرستال زميلي الكلام ده كله فما تجيش عالسكة يا زميلي وتقوم اخوك بس لازميلي فيك يا محبوب ايه وما بتبلعش اي حبوب خلاص عيد عالسكة كده عالفطر وقلت اما اقوم نزلت يا زميلي ولبست الطقم الحشوم لبست السلسلة وكله زميلي عالستوه فرحت مفوق يا زميلي وظابط التوم